السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تيست فيت هو برنامج مستقل وبرضه في منه ادنس بتشتغل جوه الريفت. دلوقتي مثلا عندك حتة أرض عايز توزعها، بيعملها بذكاء صناعي بشكل رهيب جدا. طيب خلينا ندخل على التوتوريال. أول حاجة بعملها بحدد المكان اللي أنا موجود فيه، تمام، يعني مدينة كذا، بتكتب اسم المدينة، تمام. طيب بتحدد بقى السايت بتاعك والسبيس والباوند، ونشوف الحاجات دي مع بعض. خلينا نحدد السايت، أول نقطة، تاني نقطة، تالت نقطة، ورابع نقطة، وبنختم. طيب انت عايز بقى ايه هتبدأ منين؟ هقول له مثلا الشكل دوت، بس تقدر تعدل بعد كده. الجميل ان انت تقدر تعدل زي ما انت عايز. دي مثلا دوبلكس اهيت، تمام. طيب ممكن بقى ايه اقول له انا عايز الجزء ده اعدل فيه. تقدر تعدل الاوفر هانج بتاع البلكونة، التولرانس قد ايه، الحاجات دي كلها. ممكن مثلا اعمل سيلكت على الجزء دوت وابدا اعدل اهوت. مثلا عايز تتحرك كده، عايز ان انت تغير الابعاد بتاعتك، يعني خلينا نيجي عند النقطه دي مثلا، مجرد ان انا احرك، بص هو اوتوماتيك بيبدا يعدل، بيعدل سايز ويعدل الحاجات اللي هتحط هنا. يعني مثلا احنا كنا هنبني على المساحه دي، المساحه قلت، يبقى احنا بدل ما كنا هنبني مثلا 5 فيلا هنبني 4 وهكذا. فهو اوتوماتيك بيبدا يحسبها لك ويوزعها لك. فلو انت عامل اي توزيع، تمام، يبدا هو يعدلك فيها، وكل المعلومات بيعملها لك دايناميك. يعني اول ما بتعدل حاجه بتعدل هنا اوتوماتيك، تمام. وهنا برضو لو عدلت حاجه في الارقام ديت يبدا ان هو يعدلها لك هنا على طول في المبنى. خلي بالك هو بيعدل في المباني كلهم مره واحده. بيقول لك مثلا لو انت كبرت السايز، لا هتضطر ان انت بدل ما تعمل 8 وحدات هتعملهم 5 أو 6. فكل حد بيتم بشكل تلقائي وبيجيب له كل المعلومات اللي انت ممكن تكون محتاجها، الديفلوبمنت، السكيم، الايرور، الانرجي، تمام. هقول هكتب له بقى الاسم والباسورد واقول له سبميت، يبدا بقى يبعت لي الحسابات. الريندر هيبدا يحمل الانسكيب ويبدا يعمل الريندر على الانسكيب بالشكل ده. فانت كل ما هتعدل يبدا يعمل لك هو ريندر، ويبدا تشوف شكل المبنى يبقى عامل ازاي، تمام. يعني مجرد تعمل اي تعديله، تغير حجم الشارع، تغير التقسيم اللي انت عايزها، هو يبدا ان هو يعمل لك الحسابات من اول وجديد اوتوماتيك. هو تلاقي الريندر حصل هناك. هتلاقي الموضوع فيه ذكاء صناعي رهيب جدا في التقسيمات والحسابات، ونغير الاليفيشن، نغير الاسلوب، الزوننج بروفايل نقدر ان احنا نعدل فيه في ثواني. كل المعلومات اللي انت عايز تغير فيها بتلاقي بسهوله تعدل فيها زي ما انت عايز. وتقدر تشوف شكل الخرائط المختلفه من هنا. يبدا هو بيدخل على النت ويجيب لك الخريطه بتاعت المكان بالشكل دوت اهو. مثلا انت مركز على الارتفاعات، مركز على الخريطه نفسها، الليارات نفسها، يبدا ان هو يجيب لك زي ما انت عايز شكل الخريطه زي ما انت عايز. طيب عايز اشوفها في 3 دي، ادينا هو بيشوفها في 3 دي. طب عايز اشوف الشادو، اقدر اعدل الشادو زي ما انا عايز، تمام. عايزه يوم ايه، عايزه الساعه كام، عايزه كل الحاجات اللي انت عايزها، يبدا ان هو يعمل لك الاناليسيس بتاعتها. طيب لو في اكتر من مالتيبل شادو، خلاص ممكن برضه تبدا تعمل الاناليسيس بتاعتها بشكل دوت. هنا ورنينج، تمام. لو انت عايز بقى ايه، ده مانوال مود. لو انت عايز تشتغل مانوال هتبدا ان انت مثلا توصل ده بالشكل دوت. لو انت عايز ترسم الباوندري الاين دروينج، ان انت عايز تقيس طول حاجه معينه. ان شاء الله نبدا بالتفصيل نشرح الحاجات دي كلها في الدروس القادمه.